هاني العسال؟ مين هاني العسال ده؟ معرفش، هو بيقول عايز حضرتك في موضوع شخصي. موضوع شخصي؟ ربنا يستر. ده ايه يا استاذ هاني؟ اتفضل. مساء الخير يا انكل، انا الدكتور هاني العسال، دكتور صيدلي وبابا صاحب مجموعه صيدليات العسال، اكيد حضرتك عارفني. ايوه، مره جبت من عندكم لزقه وطلعت مضروبه، ده انتوا زباله. ميرسي يا انكل. انت اخو نهى صاحبتنا انا بنتي. مظبوط يا انكل. خير يا حبيبي، عندك حد معرفه عايز تقدم له في المدرسه عندنا؟ لا الحقيقه انا اللي جاي اتقدم. تتقدم لوظيفه؟ لا اتقدم للانسه ان انا بنت حضرتك. انت؟ انا يا انكل. حضرتك مستغرب ليه؟ ده انا شاب ممتاز جدا، انا شاب ممتاز، عندي 27 سنه، دكتور صيدلي، بابا عنده مجموعه صيدليات كتير جدا، انا مجتهد جدا، انا شغال في الصيدليه تحت بيتنا على طول في اكتوبر، عندي اكونت على فيسبوك فيه مثلا حوالي 1200 فولور، كان عندي كلب دوبرمان كده وانا صغير بس هو للاسف مات. دوبرمان؟ لا انا كده اطمنت على بنتي. بقول لك، هي عارفه انك انت جاي؟ لا بصراحه انا عاملها لها سيربرايز. سيربرايز. قوم امشي يا ابن الكلب من هنا. قوم يا ابن الكلب امشي من هنا.